أهلا بكم. واحدة من أهم وأرقى حلقاتنا على الإطلاق في الدكتور النهاردة هتسمعوها، لكن خلينا نقول إن الفيديو ده مهم جدا. الابتسامة مهمة، إن الإنسان يحس إنه طبيعي ما عندوش مشكلة. اللي احنا شفناه ده بيحصل لملايين الناس في العالم، في وطننا العربي الكلام ده بيحصل كل يوم، وتأثيره النفسي يا جماعة أقصى مما تتخيلون. الست دي اللي زيها كتير جدا ورجالة كتير جدا عندهم مشكلة في إنهم مش قادرين يبتسموا، إيدهم دايما في وضع، لو خدت بالكم فيه لقطة ما ياخدش باله منها اللي مركز جدا، إيد الناس اللي عندها مشكلة في سنانها من ناحية تكميلية دايما في وضع الاستعداد للتغطية، يعني هم على طول إيدهم الشمال لو هي ماسكة حاجة بإيدها اليمين كده قريبة من بقها، ليه؟ عشان لو اتكلمت تغطي، عشان تغطي زاوية، ده لا إراديا، لا إراديا. لو رجعنا تاني لأجزاء من إحساسها، هي مع نفسها بتبتسم هي، لكن هي مش قادرة تبتسم قدام أعز الناس ليها. ده مهم جدا. واحد يقول لي هو يعني وشي هيبقى أحلى لما ابتسم؟ طبعا الإنسان حلاوة وشه بتبان في الابتسامة يا أخي. ده الابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة، فالابتسامة جزء من الصدقات اللي انت بتوزعهم طول اليوم. لما يكون عندك مشكلة في سنك مش هتقدر تعمل ده، مش هتقدر تعيش حياتك بشكل طبيعي طبيعي. ده غير ناهيك عن الوظيفة والأخير اللي نتكلم عليها النهاردة. النهاردة هنستمتع بحوار خاص جدا، حوار ممتع للغاية مع ضيف أنا بعتبره قدم دور كبير جدا في عالم التثقيف الطبي الخاص بعالم طب الأسنان. بدأنا مع بعض من 10 سنين تقريبا في عالم كان ملبد بالغيوم في الوقت دوت، في أنه الناس تفهم الأسنان، البرانش الصعب، طب الأسنان المعقد ده، وطب الأسنان المتقدم في الوقت ده اللي بدأ يدخل فيه الناحية الرقمية، طب الأسنان الرقمي، الناس هتفهم، قال لي آه هيفهموا. وبدأنا نبني الثقافة الموجودة. أنا أعتقد أن أنا مدله أكيد بالشكر لأنه قدم الكثير جدا من الجهد في هذا العالم، في عالم تثقيف خاص بطب الأسنان، فهو في الحتة دي قام بريادة متميزة للغاية. واحد من الأدوار المهمة اللي تنضم للرواد اللي قدموا في عالم النساء، في عالم العيون، في عالم الجراحات الخاصة بالمخ والأعصاب. عندنا كده الناس اللي بدأت معانا ليها معزة كبيرة في قلوبنا. ضيفي العزيز واحد من ميجا ستارز هذا العالم في الوطن العربي، وأكيد بنسعد جدا بنجاحاته على المستوى اللي بيقدم بيه التقدمية والتكنولوجيا المتقدمة والجودة في العالم كله. يعني لما نقول إن احنا عندنا طب أسنان خاص، أكيد هيكون ضيفي العزيز واحد من الأيكونز في هذا المجال. ضيفي العزيز هو الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. فرق كبير جدا بين تجميل الأسنان وتشويه الأسنان. تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل أسنان. دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحولني من الشكل اللي مش مظبوط لشكل جمالي متناسق. ده اجراء مهم جدا، ده حاجه في وشي. احنا بنتعامل دايما كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك. اهلا ورحب بضيف العزيز دكتور نور الدين مصطفى، طبعا المتخصص في مجال تجميل الاسنان وصاحب عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان من جامعه نيويورك، والمدرب المعتمد بالجامعه الدوليه للتصوير الرقمي برلين. اهلا بك دكتور. دكتورنا وحشني جدا 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 جدا. شريك النجاح، شريك زي ما قلت تثقيف، ان احنا يعني بدانا في وقت ما حدش يعرف اي حاجه عن او معلومات قليله جدا عن عالم طب الاسنان وايه الجديد اللي فيه. أنا بشكرك على الرحلة الكبيرة اللي احنا قضيناها مع بعض. أنا اللي بشكرك شكرا جزيلا على كل الجهد الجميل وعلى كمان الطموح
المستمر في تطوير منظومة مهمة جدا. هو ده سؤالي فيها الأول، تطميح تطوير منظومة مهمة طموح رائع، لكن ألا التجميل إلى كلمة صناعة، ده صح ولا غلط؟ تجميل بأصناف طبعا. أنا دايما بشبه تجميل الأسنان زي صناعة العربيات المشهورة الكبيرة قوي. صناعة السيارات دي انت بتعمل ديزاين، وبيخش بقى الديزاين ده اللي هو الشكل الجمالي، وبيخش فيها مهندس ايروداينامكس عشان التعامل مع الهواء والعربية بتجري، بيخش فيها مهندس كهرباء، مهندس سسبنشن، انتيرير، مجموعة كبيرة قوي عشان يطلع لك منتج. انت في الاغلب ما بيش عارف المنتج ده ايه اللي حصل له، ايه البروسيس دي مشيت ازاي. انت خلاص عارف ان البراند ده هو براند قوي والناس مجرباه، ودي الحته اللي انا عايز اوصلها للناس. دلوقتي انت دور على النتائج، دور على الاسم، الاسم اللي وراه نتائج كبيره وكتيره، عشان ما تخشش في مشاكل ان انا اعمل وارجع اعيد. الموضوع بقى صناعه وصناعه كبيره وسبيشاليتي وسب سبيشاليتي، وبقى يعني بقى الموضوع مش اجتهاد طبيب، لا ده احنا بقينا في التجميل، لان بمرور الوقت اكتشفنا ان في حالات ممكن تتعمل بطريقه مش مظبوطه، يبقى شكلها كويس توصل ان يبقى الفانكشن بتاعها او الوظيفه بتاعتها مش مظبوطه. التجميل في الاساس هو وظيفه شكلها حلو، لو وقعت واحده من الاثنين شكلها حلو وشكلها طبيعي، لو وقعت واحده من الاثنين يبقى احنا فقدنا المعنى الحقيقي للتجميل. لان انا مهما اكون عامل اسناني حلوه لكن مش قادر اتعامل بيها، لا باكل بيها صح ولا بتكلم بيها صح، مش هتبقى مفيده بالنسبه لي. الناس كتير دايما بتفكر ان التجميل عشان اضحك، احنا طول الوقت مش بنضحك، طول الوقت بنتكلم. فالكلام حاجه مهمه جدا جدا، ان يبان شكل اسناني طبيعيه، اسنان ما انا بتكلم او الحروف بتتنطق صح، كل الوظيفه بتاعتها احنا بناكل بنشرب. لو انا مش قادر اكل عليها او عندي مشكله فيها، هيجي يقول لك لا لا ما كنتش عايز التجميل ده، انا ارجع تاني لوضعي الاحسن. فالموضوع بقى منظومه متكامله في عناصر كتير قوي 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 بتخش فيه، عشان كده لازم يبقى فيه فريق، لازم يبقى فيه صناعه، لازم يبقى فيه فريق كبير قوي كله متخصصين، وتحت التخصص فيه تخصص كمان. دايما من سنين طويله واحنا بنتكلم مع بعض كنت مصر ان انت تتكلم على فريق عملك. تمام. وفريق عملك يعني القصة كنت أنا فاكرها الأول، يعني إيه شكل من أشكال الاعتزاز والتقدير وإلى آخره، طلع إن ده أساس طبعا. طبعا هو الصحة أصلا أو يعني العرف الأساسي في الطب عامة هو التخصص. حضرتك دايما، حتى أنا في مثل، تيجي حالة دكتور أنا عايزاك تعمل لي علاج العصب وتعمل لي الزراعة وتعمل لي علاج اللثة، لها بمنتهى البساطه اللي بيتخرج من طب اسنان ده وخارج من كليه اسمها كليه طب الفم والاسنان، زي الدكتور البشري اللي بيتخرج من كليه اسمها الطب البشري. طيب لما النهارده اروح لمجدي يعقوب على عظمته وهو دكتور متخصص في القلب، ينفع من كتر حبي فيه وتقديري الشديد ليه اقول له بالمره عندي حاجه في الكلى كده والنبي خدها معاك، ازاي ده خدها معاك، عندي مشكله في عينيا؟ الراجل بقى عظيم ليه؟ خلينا الاول نركز، هو الراجل بقى عظيم ليه في مجاله؟ عشان هو متخصص، ومتخصص جدا. فكل ما تخصصت جدا كل ما بقيت اعظم، كل ما اديت نتائج اعلى. انما فكره ان انا اصل انا بحبك يا دكتور ونفسي تعمل لي كل حاجه، مش اسمها كده. ابقى بضحك عليك، ابقى هنا، ابقى انا الكلام اللي انا بقالنا اكتر من 10 سنين بنحاول نوصله للناس يعني ايه تخصص، وتيجي الحاله تقول طب ما تعمل لي كذا وهو مش تخصصي، ابقى انا بضحك عليها، يبقى الكلام اللي احنا بنقوله كله مش مظبوط. لا احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله نجحنا ان احنا يبقى معانا فريق من اكبر فرق طب الاسنان في العالم. يعني حتى احنا يعني شوف المنظر شكله يفرح، يعني شوف العدد قد ايه، ده جزء من الفريق الطبي بتاعنا، لان ما قدرناش نجيب كل الفريق كله، يعني للصوره تجيبه ما قدرناش نجمعهم في نفس اليوم، ده جزء من فريقنا الطبي. فريق طبي من اول التخصصات، من اول علاج اللثة، علاج العصب، الزراعه. عشان كده السؤال ناس كتير تسالنا، احنا مشهورين بالتجميل قوي لان الحمد لله من رواده في الوطن العربي، فالناس بتتخيل ان احنا تخصصنا تجميل. لا، احنا كل تخصصات طب الاسنان اللي الناس تعرفها واللي ما تعرفهاش، جراحات الوجه، الناس اللي عندها تيومرز، الجراحات المفصل الفك، علاج العصب،
علاج اللسة، الأطفال، التقويم، كل تخصصات طب الأسنان فيها فرق متخصصة هي اللي بتقوم بيها عشان يتقام بيها صح، عشان تطلع النتيجة 100%. أنا النهاردة لما أكون بشتغل مع دكتور علاج عصب عمل أكتر من 100,000 حالة علاج عصب. المشكلة لازم نفهم حاجة، الدكتور الشاطر مش بس اللي بيعالجني صح، الدكتور الشاطر إن وارد جدا في الطب وإن احنا بنتعامل مع أجسام بشرية إن تحصل ردود أفعال للأجسام دي كبيرة أو يحصل مشكلة. الدكتور الشاطر هو اللي من كتر ما شاف يقدر يحل المشكلة ويقدر يتعامل معها بهدوء ويقدر يتعامل معها بحرفية. ففكرة الطبيب المتخصص أنا بأصر إن هي أساس نجاح أي يعني أي فرع من فروع الطب عامة وبالذات طب الأسنان. طب الأسنان الناس ما تعرفش إن هو في تخصصات كتير قوي، لا ده هو في تخصصات وكل ما اشتغلت مع متخصص خدت نتائج أحسن. في قضية عندي اسمها التكنولوجيا، التكنولوجيا دي عايزك تشرح لنا بس، لأن القضية دي عاملة لعبكة عند الناس. اللعبكة جاية منين؟ أولا التكنولوجيا في ناس لغاية دلوقتي بتحاربها. حاجة تانية، هل التكنولوجيا تغني عن النظرة البشرية واللمسة البشرية؟ أكيد الإجابة مش صحيحة، بس إزاي أوازن ما بين أن أنا أستفيد من التكنولوجيا وفي نفس الوقت أحط اللمسة البشرية؟ طيب إحنا لو اتكلمنا في التجميل، تمام، التجميل في الأساس هو فن، تمام كده؟ يعني الجزء الفني فيه مفيش غنى عنه. طيب التكنولوجيا تفيدني في إيه؟ التكنولوجيا تفيدني في أن أنا أطور مواد تعمل لي حاجتين مهمين قوي. اول حاجه ان يبدا التجميل يبقى شكله طبيعي جدا، لان خد بالك عين الانسان ذكيه جدا 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 وتقدر تفرق ما بين الصناعي وما بين الايه الطبيعي. طيب لما التكنولوجي النهارده تقدر، والعين هنا بتعرف منين؟ العين هنا بتعرف من تفاعل الضوء مع السنان الطبيعيه. هي متعوده ان السنه الطبيعيه لما بيقع عليها الضوء بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء بنسب معينه. يبقى انا كشركات مطورة للمواد المستخدمة في التجميل بفضل أدور عشان أعمل الكومباينيشن ده، إزاي أطلع الماتيريال اللي تتفاعل مع الضوء زي السنة الطبيعية. نجحنا فيها الحمد لله، يبقى إحنا كده استفدنا. إحنا زمان كنا بنشتغل التجميل بمواد مش بتدينا التفاعل ده، بنرسم حلو وبنطلع شكل الأسنان شكلها حلو قوي، لكن العين لسه إيه؟ لا مش ده التفاعل الطبيعي بتاع الضوء، فتفضل العين واخدة بالها منه. نجحنا الحمد لله اخر 20 سنه في وجود ماده زي الاي ماكس اللي هي ملك شركه ايفوكلور السويسريه، عشان يجي حد يقول لي اصل انا رحت للدكتور قال لي اصل انا عندي اي ماكس ياباني، اصل انا عندي اي ماكس الماني، اصل انا عندي اي ماكس. الاي ماكس ده براند ملك شركه، ما ينفعش يبقى زي رولكس سويسري، فاسمها رولكس ياباني اسمها كده. الشركه المصنعه الام اسم شركه موجوده في بلد معينه، فما ينفعش حد يقول لك الماتيريال ده اسمه يبقى تقليد، يبقى انا كده ايه خدت كوبي ما خدتش الاي ماكس الاوريجينال. فادي الماتيريال دي كمان اشتغلوا عليها عشان يديني حاجه تانية، الفانكشن الوظيفه. قوه الاسنان لو افترضنا ان الاسنان زي بني ادم مثلا يعرف يشيل 360 كيلو، احنا وصلنا بالاي ماكس ان احنا نقدر نعمل قشور توصل انها تشيل ما يوازي 560. يبقى اقدر اعمل منها ايه؟ اقدر اعمل منها قشور رفيعه جدا، يعني اقدر اعمل منها قشور 2 من 10 من الملي، 1 من 10 من الملي، لانها تبقى قويه وتساعدني في الفانكشن ان انا اكل واشرب بيها بطريقه طبيعيه ما تعوقش الفانكشن بتاعنا. دي التكنولوجي زي ما انت شايف، ادي اسنان معموله. لو انت قابلت البني ادم ده او البني ادمه دي في الشارع، هل تتخيل ان دي اسنان معموله؟ انت تخيل انها عامله تقويم مهتمه باسنانها، أسنان شكلها حلو. أنا عايز أوصل لدي، أنا عايز أوصل بالتجميل إن الناس تقول سنانك حلو، مش عايزها تقول سنانك معمولة. أنا شخصيا بعتبر سنانك معمولة يعني سنة فيها مشكلة عند الدكتور اللي عملها وفيها مشكلة عند الحالة اللي تقبلتها. أنا بحب سنانك حلو مش معمولة، يعني دي من الحاجات اللي مهمة جدا. ده استعراض لصور إزاي قدرنا نوصل هنا. السنان اللي تحت دي مهمة قوي، لو انا ما قدرتش اوصل بالتكنولوجيا انا اعمل سنان رفيعه قوي، سنان تحت اصلا اللي معظم الناس بتعرف ان عامله سنانها منين؟ من الاسنان اللي تحت. تلاقي ناس كتير عامله سنانها بالكي من فوق، الحروف بتاعتها بالكي. هنا بص حرف السنه، سنه حاده شكلها طبيعي مش باين خالص انها معموله. دي التكنولوجيا ان انا استفدت منها، خدتها انا اعتبرت بقى الماتيريال دي قماشه. القماشه دي ممكن ياخدها تعملها عند جوتسي
وممكن تاخدها تعملها شوال وفتحتين وتقوم لابسه، يعني ما هي دي قماشه ودي قماشه، المانيبيوليشن فيها بقى الفن. هنا دي ماتيريال، المقارنه بقى ما بين التكنولوجي، هنا الماتيريال اللي فوق دي ماتيريال بلاستيكيه شويه فمدياني شكل مش طبيعي، شكلها ممكن يكون فاتح، لكن اللي تحت هيلثي على اللسة، شكل اللسة حتى نفسه فارق. الترانسلوسنسي والشفافيه اللي في شكل السنان والديجريديشن اللي فيها يخلي العين تحس ان دي سنان. اللي فوق هل انت متخيل لو انت بصيت على حد سنانه اللي فوق دي؟ ده كرتون، دي اسنان كرتونية. دي اسنان ايه؟ بقى صوره كرتون، باينه انها زي افلام الكرتون كده، باينه انها معموله. دي مثال لشكل ستيس، يعني مثال ان انا مش قادر اوصل للشكل الجمالي السليم. زي ذا ماسك، عارف فيلم ذا ماسك؟ اي انا كان بيلبس سنانه كانت هي اللي طالعه في الفيلم. فاحنا هنا لا، التكنولوجي فادتنا بشكل، بس تطويع التكنولوجي ان انا اخدها اشتغل بيها. شايف شايف الفرق هنا؟ هنا علاج الاسنان شكلها تعبان، فيها مشاكل في اللثه، فريق بقى اشتغل على اللثه، طلعت الاسنان، بص اللثه شكلها بقى بيل بينك اللي هو الشكل الطبيعي للثه، ده اعاده تجميل، شكل الاسنان شكلها طبيعي. كل ده انت استفدت من التكنولوجي بس طوعتها بشكل فن. ما ينفعش تكنولوجي بس، هاخد القماشه دي اعملها حاجه مش مظبوط. هنا اسنان شكلها طبيعي جدا، مش ممكن تقول ان دي اسنان معموله. لف لونها، اختيار اللون، ما انا عملت التكنولوجي وخدت الماتيريال حلوه قوي، لكن اللون رحت عامل لون بعيد قوي عن لون بياض العين وعامل كونترست مع لون البشره، ما انا مش بعمل لون تباشيري على السنان عشان يبقى شكلها مش مظبوط. هنا انا عامل سنه بس، يعني لولا ان هي باينه ان هي السنه اللي فوق دي هي اللي اتغيرت، هي سنه اللي اتعملت. الفرق في اختيار الماتيريال والمانيبيوليشن، سنه واحده اتعملت غيرت شكل الاسنان بالتعريجه بالكسره اللي في السنه عشان تطلع شكل اللي جنبها. تجميل مش شرط تعمل لك كل اسنانك، الدكتور الامين هيقول لك اعمل، يعني انت محتاج ايه؟ محتاج سنه 2 6 7. هنا كيس لسه مستلمه، يعني لسه مستلمه دلوقتي حالا، شكل الاسنان مع اللثه فيديو، ده مهم جدا. كل ده استعراض للتكنولوجي. هل التكنولوجي خفضت التكاليف الماليه ولا زودت التكاليف؟ خلينا نتفق بقى على حاجه، اي تكنولوجي في الاول طبعا بتبقى غاليه وباهظه التكلفه. بمرور الوقت التكنولوجيا بتنتشر فبتبدا تقل التكلفه. النهارده انا شايف ان بقى تجميل الاسنان يعني في 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 اكتر وقت هو افيلبل بيه لمعظم الناس. بس نتفق على حاجه، ما هو ليه تكلفه؟ يعني برضو انا كنت حد مثلا يجي يقول لي اصل انا بعمل السنه بكذا، ماشي، الكذا ده اللي انت قلت عليه ده ثمنه، ده ثمن اللي انت بتقول عليه ده اقل من التكلفه على الدكتور اللي هيستخدم المواد الاصليه. ما تقنعنيش ان الدكتور اللي انت اشتغلت معاه فتحها شارتي، يعني فتحها بيدفع من جيبه. ما هي الماتيريال دي، هضرب لك مثال، لو واحده النهارده جرام الذهب ب 800 جنيه وقام واحد قال لها انا عندي جرام ذهب ب 100 جنيه لا ده قال هتروح تشتري؟ لا طبعا. هتشتريه ولا مش هتشتريه؟ لا مش هشتري. اشمعنى بقى في الطب وفي السنان ابقى كل الناس عارفه ان الرينج الطبيعي للتجميل السليم اللي يعيش معايا وما يضرنيش وباستخدام مواد معتمده في رينج هنقول بيفرق من 30 ل 40% ماكسيمم فرايتي، في الافريج وفي فوقيها من 30 ل 40% وتحتيها 20% فرايتي، لكن ما ينفعش النص، ما ينفعش الخمس، لازم اسال يعني اشمعنى ده واخد الترند ده واخد السعر ده؟ اشمعنى انا في الدهب اللي مش هيضر، يعني اروح مش هشتريه واجي في جسمي بقى وفي صحتي؟ الكلام ده مش على الطب الاسنان بس، على اي حاجه. اجي عند الطب بقى وفاصل لا واستنصح. واضحك على نفسي واستنصح. انا مش بستنصح لا انا كده مش بستنصح انا كده بضحك. انا ما بحبش كلمه استنصح، يعني انا في قاموسي انا كلمه استنصح هو دي معناها ان انا هروح في عيط. هو كده ما استنصحش، هو كده بيضحك على نفسه ان هو بيقنع نفسه ان هو هياخد نفس الماتيريال بعشر ثمنها. ما ينفعش، مش هتحصل على فكره. ده في كل حاجه في الطب، يعني ده مبدا بس يعني نبقى متفقين عليه. نورتنا، شرفت بينا وكالعاده، توحشني يعني جدا والله، وانت كمان جدا جدا. يلا نروح نلعب كوره بقى، يلا بينا. انا جاهز. اوبا بقى، انا جاهز جدا. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميزه الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، متخصص في مجال تجميل الاسنان وعضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان من جامعه نيويورك والمدرب المعتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا كعادتي
في الدكتور. خليكوا دايما مع الدكتور. أقيم المؤتمر العلمي للإعلان عن أحدث علاج للبهاق بحضور هيئة الدواء المصرية وحضور معالي الأستاذ الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة في المؤتمر العلمي لعلاج البهاق. شركة ماركر للأدوية تتشرف بالإعلان عن طرح أول مستحضر موضعي لعلاج البهاق، والذي يعد الأول من نوعه في مصر لعلاج هذا المرض، وذلك بعد أن صرحت إدارة FDA الغذاء والدواء الأمريكية باستخدام روكسولتينيب لعلاج البهاق. وقد استطاعت شركة ماركر للأدوية تصنيع هذا المستحضر محلياً بما يتناسب مع المعايير الدولية. وأشار الدكتور وجدي منير نائب رئيس مجلس الإدارة ومن مؤسسي الشركة أن شركة ماركر منذ تأسيسها في سوق الدواء المصري تعطي اهتماماً كبيراً لإدارة البحث والتطوير في الشركة، وذلك كي تكون قادرة على إنتاج كل ما هو جديد في المستحضرات الطبية، خاصة في المجالات المتخصصة مثل العلاجات الهرمونية، للوصول إلى حلول مبتكرة للمرضى وخصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة. وأهم نتيجة موجودة قدامنا دلوقتي قدام حضراتكم هي امتلاك قدرة. قدرة على تصنيع أي نوع من أنواع الدواء. بقولها وبكل الفخر والثقة، مفيش دواء ممتاز محترم مهما كان صعب وعالي التقنية لا يمكن تصنيعه في جمهورية مصر العربية. ولو هنتكلم بالأرقام قدام حضراتكم، مهم إن احنا نوضح إن جمهورية مصر العربية شعبنا العظيم بيستهلك سنوياً 4 مليار عبوة دواء تقريباً. 3,760,000,000 منهم بينتج في مصانعنا العاملة على أرض مصر بأيادي مصرية بتكنولوجيا مصرية بفضل الله سبحانه وتعالى. النهاردة بنقدم دواء لعلاج هذا المرض اللي هو مرض البخاء، اسمه اللي هو المرض أساساً بالإنجليزي واسمه فيتيليجو. احنا الوحيدين، احنا يمكن وامريكا نزلنا في نفس الوقت، وده دليل على توطين الصناعه المصريه وعلى كفاءه الصناعه المصريه ان احنا ننزل اول بلد في العالم بعد امريكا في هذا الحالات المستعصيه بالنسبه لمرض البخاء. النهارده احنا يمكن بنحتفل مع بعض كهيئه دواء وكاحد الشركاء المحليين باطلاق اول مثيل محلي لعقار يستخدم في علاج مرض ما كانوش علاج من زمان قوي، هو مرض البهاق. البهاق مرض مناعي بيعاني منه كتير من المصريين ومرض منتشر. النهاردة الدواء بتاعه نزل في أحد الدول خارج مصر أمريكا من حوالي سنة. النهاردة مصر كأول دولة في الشرق الأوسط بتقدم مثيل محلي لي بنفس الجودة والفعالية والأمان. يمكن رحلة هيئة الدواء مع الدواء ده بدأت من إطلاق الدواء في الدواء الأصلي في بلده. هيئة الدواء قررت مع الشريك المحلي ان احنا نبدأ مع بعض تجربة الابحاث والتطوير علشان نوصل ان احنا نوفر نفس الفعالية والامان والجودة في نفس المنتج بسعر ينافس بكتير قوي السعر بتاع الدواء بتاعه في بلد المنشأ. يمكن بنتكلم النهاردة على سعر اقل من 100 ضعف من السعر بتاعه في بلد المنشأ، وده يعتبر نجاح للشراكة بين هيئة الدواء وبين الصناعة الوطنية اللي احنا بنأكد على قوتها دايما. هو المؤتمر النهاردة معمول علشان خاطر اللونشنج أو النزول دواء مصري جديد اللي هو الأول حاجة اسمها جاك انهيبيتور. ده زي دواء مثبط للمناعة بنستخدمه موضعيا، وهو أخد أبروفل للعلاج البهاء، فهو المصري أول مرة ينزل. فيعني ده بالنسبة لنا يعتبر حدث أن هو نزل في مصر، هنقدر نبتدي نجربه ونستخدمه ونشوف فعاليته إيه بالنسبة للمرضى. الحقيقة مرض البهاء مرض من الأمراض اللي بتأثر على الإنسان نفسياً أكتر من جسدياً بشكل عنيف. الناس بتبقى مش قادرة تتقبل نفسها، بتفقد الثقة في روحها بشكل رهيب. والحقيقة المرض ده طلع عليه كمية قويل إن هو ملوش علاج لسنين طويلة، خلت حتى العيانين يعني ما يروحوش للدكاترة لأن خلاص هو من الأول عارف إن المرض ده جاله فمش هيتعالج، فابتدوا يهملوا نفسهم لسنين طويلة قوي. أعتقد وجود دواء متوافق عليه من الهيئة الدوائية الأمريكية وتبقى فيه شركة مصرية قادرة تصنعه بسعر
معقول بالنسبة للعيان المصري. ده يعني حاجة كبيرة جدا 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 كلنا بنفخر بيها بشكل عنيف، وبنشجع العيانين ان هم يبتدوا تاني يرجعوا للدكاترة ويبتدوا ان هم بإذن الله يتكتب لهم الشفاء من هذا المرض السخيف، وان شاء الله كده نشارك بعض النتائج في المرات القادمة بإذن الله. احنا النهارده موجودين عشان خاطر حفل انطلاق اول علاج معتمد موضعي لحالات البهاء. مرض البهاء هو مرض من الامراض اللي تشالنجينج لكثير جدا من دكاتره الجلديه والبيشنت. هو عباره عن نشاط زائد لحالات المناعه، بتبتدي خلايا المناعه تهاجم الخلايا الصبغيه اللي موجوده في جسم الانسان، وبينتج عنها فقدان لبعض الصبغه او الديبيجمنتيشن زي ما بنقول في كتير جدا من الاماكن في الجسم. الروكستوب هو اول علاج ابروفد من الاف دي اي از روكسلوتينيب توبيكال كريم. قدرنا الحمد لله بمساعده هيئه الدواء ان احنا نكون موجودين، خصوصا الابروفل لسه متاخد تقريبا من حوالي سنه تقريبا، فكون انه يكون موجود في مصر واحده من اول الدول اللي تكون موجوده في الميدل ايست متوفر فيها العلاج، دي حاجه كويسه جدا لينا، بنشكر هيئه الدواء عليها. والحمد لله قدرنا نوفره بسعر كومبيتيتيف بكواليتي عاليه جدا، بحيث ان احنا نقدر نفيد اكبر قدر من البيشنت يعني.